الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر على سرطان القولون والمستقيم بالتعاون مع جمعية سعيد. ما هو سرطان القولون والمستقيم؟ سرطان القولون والمستقيم يبدأ في القولون أو الأمعاء الغليظة أو المستقيم ككتلة حميدة يمكنها أن تتحول إلى خلايا سرطانية. في لبنان يحتل هذا السرطان المرتبة الثانية لدى النساء والرابعة لدى الرجال. ما هي عوارض سرطان القولون والمستقيم؟ في المراحل المبكرة لا يعاني الأشخاص من أي عوارض، أما في الحالات المتقدمة فقد تشمل العوارض الآتية: تغيرات في نشاط الأمعاء الطبيعي مثل شكل البراز ووتيرة البراز تستمر لفترة تزيد عن أسبوعين، نزيف في فتحة الشرج أو ظهور دم في البراز، الشعور بعدم الراحة، الانزعاج في منطقة البطن، انتفاخات غازية، التعب أو الوهن، هبوط غير مبرر في الوزن، فقر دم. من المهم أن تستشير طبيبك في حال وجود تاريخ عائلي أو شخصي لسرطان في القولون والمستقيم ووجود حالات التهاب الأمعاء المزمنة كمرض التهاب الأمعاء التقرحي. إذا كان عمرك بين 50 و75 عاماً، سواء أكنت رجلاً أم امرأة، يجب إجراء الفحص المبكر. كيف يتم الكشف المبكر؟ هناك وسيلتان رئيستان للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم. ننصحك باستشارة طبيبك وبمناقشتهما معه. فحص عينة من البراز يكشف عن وجود دم خفي في البراز، ويجب القيام به سنوياً إذا كانت النتيجة سلبية. تنظير القولون يظهر الجهة الداخلية للقولون والمستقيم، يجرى عادة بعد فحص عينة من البراز، وإذا كانت النتيجة إيجابية أي إشارة إلى وجود دم خفي في البراز أو عند وجود عوامل خطورة أخرى مرتفعة. يجب ألا ننتظر ظهور الأعراض للقيام بفحوصات الكشف المبكر. الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر على سرطان القولون والمستقيم بالتعاون مع جمعية سعيد.